متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. وهذا الفيديو الجديد، كما وعدتكم في الفيديو السابق سنتكلم اليوم في هذا الفيديو الثاني عن عملية إكثار نبات رجل البط. كما تشاهدون هذه النموات الكبيرة والغزيرة من هذا النبات الرائع الجميل، هذا النبات المتسلق كما في اللبلاب. هذا النبات الذي ينجح للبيوت ويصلح للبيوت، سنقوم بإكثاره، فتابعوا معنا هذا الفيديو لنتعلم هذه الطريقة الرائعة والجميلة. بعد إحضار نبات رجل البطة إلى المكان المخصص لعملية الإكثار، نلاحظ أن هذا النبات الذي قمنا باختياره يوجد به نموات جانبية. عملية الإكثار ستكون من هذه النبوات الجانبية كما ترون معي، هذه هي النموات الجانبية. الآن سنقوم بقلب هذا النبات وأخذ هذه النموات الجانبية أو الخلفات من هذا النبات الأم وضعها داخل هذا الإصيص بعد وضع تربة البيتموس، هذه التربة الزراعية الرائعة التي تسمح بنمو غزير ونمو سريع للنبات. نقوم الآن بقلب النبات وإخراجه من الإصيص كما ترون معي بعملية سهلة وبسيطة. يصبح النبات بهذا الشكل كما ترون، وهذه الجذور، سبحان الخالق دائما وأبدا، هذه جذور نبات رجل البطة. بعد إخراج النبات أقوم الآن بملء الإصيص الصغير الذي سأقوم نقل الخلفات إليه بتربة البيتموس. سأقوم بفصل النبات الصغير أو الخلفة عن النبات الأم، وكما ترون هذه هي جذور النبات بعد إخراجه من الأم أو فصله عن الأم. يتم الآن وضعه داخل الإصيص الصغير وملء باقي الإصيص بتربة البيتموس الزراعية، هذه التربة الرائعة والمناسبة لنمو جميع النباتات كما ترون بعملية سهلة وبسيطة. بعد الانتهاء من النبات الصغير أقوم الآن بملء الإصيص الذي قمنا بإخراج النبات الأم منه ولتجهيزه لوضع النبات الأم داخل الإصيص مرة أخرى وملئه إلى آخره بتربة البيتموس الزراعية كما ترون بهذه الطريقة السهلة والبسيطة. نبات رجل البطة يعتبر من النباتات الرائعة والنباتات المتسلقة التي تصلح للبيوت بشكل كبير كما في نبات اللبلاب. بعد الانتهاء من عملية إرجاع نبات الأم إلى الإصيص نقوم كما قلت بوضع تربة البيتموس حتى يمتلئ الإصيص. بعد ذلك نقوم بري كلا النباتين بالماء بشكل بسيط. في نهاية هذا الفيديو يسعدني الانضمام إلى القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. كان معكم المهندس مالك أبو هربيد من قناة علم الزراعة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.